Welcome back to my channel, bro. Di Eka Official. Jadi di video kali ini gue mau coba duetnya Ricky dan Cristiano Ronaldo ya guys ya. Jadi untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe ya guys ya. Yang mau gue review silahkan ADD punya gue, ntar biar enak gue nyarinya guys. Oke, kita langsung cari musuhnya aja. Aduh, berat nih musuhnya, coba aja ya. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان أجواء جميلة جدا في ملعب المباراة. Itu dia Ronaldo dan Harry Kane guys. وسأكون معكم كالعادة أنا محدثكم فارس عواض. سأكون معكم مشاهدينا محدثكم فارس عواض من كابينة التعليق. حيث سيكون فريق برايتون في مواجهة المرينج ريال مدريد. مباراة انتظرها الجميع. وأتمنى بأن تكون على مستوى التطلعات وتفي بكل الطموحات. Dengan tenang dan santuy kalem bro. ديفيد ألابا. دي بروين كريستيانو رونالدو برناردو سيلفا لن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها وصلت لفينيسيوس اوه رونالدو اكيد كان يتمنى لو تنعاد الفرصه شوف الراسيه كانت سيئه غير متقنه افتقدت للدقه كان ممكن ينفذها بشكل افضل فرصه للتقدم في المباراه ريكين جايز مانتاب برو في الافتتاح ياتي ده مشي صلاح باسين جانجان برن دو انا مشي الطريق مفتوح لمزيد من برن دو كان يعني مشي انظر الى المباراه نقطه تحول ما يعني قالوا كده دي برن دي يا لم يكن هناك اي فرصه لحارس المرمى شوف اللقطه الحقيقه ان اللاعب تمركز تحرك طلب الكره الله على النهايه من مسافه قريبه في المرمى اذا اول اهداف هذه المباراه مشاهدينا متابعينا النتيجه 1-0 الان قطع للكره قبل ان تشكل خطوره بغوس باين البحث مستمر عن التعادل ولكن بدون استعجال مستحيل الكرة في المرمى هدف التعادل كرين نصيب ريال مدريد راح نشوف إعادة الهدف واللي بدأ بكرة عرضية مثالية ورأسية رائعة لم تترك لحارس المرمى فرصة للتصدي هدف تعديل الكفة التعادل الإيجابي 1-1 مهم بتاع هاري كين يبعد الكرة بعد هذا التدخل ادوه gua nunggu lagi Zlatan Ibrahimovic ملعوبة إلى إبراهيموفيتش keluar ضغط عالي جدا في الأمام هاري كين ملعوبة إلى برناردو سيلفا أوبسيت الحكم في إشارة لتسلل يا الله جايز أوبسيت جانكريك يا أمبون ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن سديكت كاتشو جانكريك أوبسيت يا حكم الساحة بيشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق هاري كين بيبا apa apaan FIFA ini aduh udah kerja sama yang bagus coy coy Ronaldo dan Harry Kane tadi ya anjay emang FIFA tolonglah lagi nyerang ini tadi ya setidaknya asisten juga nyerangnya baru habis waktunya gitu Harry Kane oke Vinicius Junior Zlatan Ibrahimovic والان مع Vinicius diputar-putar jadi اضاعوا الكرة oke guys ada Pedri guys Harry Kane Cristiano Ronaldo aduh kalah body Adrian Rabiot
الثلث الاخير من المباراه يبدا في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقه. اوكي جايز مان، طب جايز يسير بالكره باتجاه المرمى، تبريد طاير تبريد، حارس يذهب للامساك بالكره. هلو جايز، كيف ما نسيت هاري كين، كريستيانو رونالدو. وي فرصة أمام فينيسيوس. مانتب جايز، هاري كين شوط. هاي شوي هاري رونالدو بلوم لي. نشوف كرة الهدف مرة أخرى، البداية كانت حربية. مانتب جايز الرأسية من هاري كين لتدخل الكرة إلى المرمى. بهذا الهدف اعتقد بان اللقاء انتهى فعليا. جديد هدف بكلين التقدم يوم. هدف الحسم كان قبل النهايه من قليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. فينيسيوس جونيور، كايل ووكر، مرات كادون يانجا يمتلك قدره ممتازه في قراءه التمريرات. برات يا جوي، برات بانت. 9 دقائق تفصل عن نهايه المباراه. The shooting dong sabar sabar sekali. Aduh salah cuy. Aduh bahaya nih. Salah gue nih. Aduh. Panik. Harry Kane. Cristiano Ronaldo. Langgaran. Habis waktu yes. Mantap guys duetnya Ronaldo dan Harry Kane ya. Walaupun Ronaldo di sini tidak mengegolkan ya. Tetap. Tadi asisnya bagus banget cuy, malah waktunya habis ya kan. Oke, mungkin cukup segitu aja guys ya. Cukup segitu aja untuk kalian, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya. Untuk yang mau gua review silakan ADD punya gua tuh GBT FC ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye-bye.